الكثير منا لا يحب الفيروسات التي تتسرب إلى أجهزتنا الإلكترونية ومنها الحواسيب المحمولة والمكتبية، لذا دعونا ندور في جولة نكتشف فيها 10 علامات تدل على أن جهازك يحتوي على فيروس. 10 علامات تعني أن حاسوبك مصاب بفيروس. الحاسوب بطيء جداً، لا توجد استجابة عند الضغط على أي أيقونة. بدون مقدمات يقوم الحاسوب بإعادة التشغيل والتوقف والانهيار. برنامج الحماية من الفيروسات توقف عن العمل دون تدخل منك. لم تستطع الدخول على ملفاتك. لم تعد قادرا على الطباعة فجأة. تبدأ برؤية نوافذ تحتوي على رسائل تحذير أو نوافذ تخبرك أن حاسوبك مصاب بفيروس قد لا تكون سمعت عنه دون تدخل منك. ترى إعلانات بكل مكان فجأة. لا تستطيع تثبيت برنامج مضاد للفيروسات أو تنزيله. تختلف أشكال الأيقونات أو تختفي.